أنا واحدة من ضحايا زواج القاصرات. تزوجت بعمر معين، كان عمري 18 سنة، ومع الأسف يعني هذا الزواج ما نجح وانفصلت ورا العمر 21 سنة. عندي أطفال 2 اللي عمره، الطفل الأول عمره كان 6 سنوات أول ابتدائي، الابنية 3 سنوات الطفلة. فبقيت أعاني، يعني كنت بذاك الوقت تحصيل الدراسي ما مكملة كنت، وعاني بعيشتهم، وكان وضع الحصار وأمور هواية، ظروف بالبلد وظروف المعيشة يم الأهل، ورجعة البنت لأهلها صعبة، أمور هواية. بقيت هالأطفال أداريهم، أوصلهم، خليهم مدارس، أحافظ عليهم. الولد وصل صف 5 ابتدائي، والبنية كانت 3 ابتدائي. صارت أوضاع، إنه الأوضاع الدولة والموضوع، وإنه سقوط النظام السابق، سقط النظام، فدخل هو هذا الإنسان، هو اللي كنت منفصل عنه، دخل، يعني كان هو مهزوم حتى ما يدفع نفقة وما يكون يعين هاي الأطفال اللي يتركهم. دخل ماكو فترة قصيرة، يعني أقول لك يمكن أشهر، وأخذ الأولاد سرقة، يعني ما أخذهم بشي قانوني، أخذهم باقهم من يبوك، وظليت 10 سنوات محرومة منهم، ما أعرف وين عايشين، ما أعرف شلون عايشين، ما أعرف شلون وضعهم، وما أعرفهم. لحد فترة معينة من الزمن أنا بقيت أعاني، بعدين إنه أنا رجعت أفكر أنا هذا مستقبل، راح أبقى هالشكل، كل شي ما أعرف، كل شي. حاولت أن أكمل دراسة، كملت والحمد لله، دخلت إعدادية مع التمريض، كملت بيها، طلعت الأولى عن الإعدادية، انقبلت معهد طبي، كملت المعهد الطبي الحمد لله، هم طلعت زينة، يعني طلعت تقديري من الجيد، وتعينت. وهسه أنا صار لي 10 سنوات بهذا التعيين، والحمد لله نحمد رب العالمين ونشكره. خلال تقريبا صار 2 سنين من رجعوا لي أولادي، رجعوا لي بأعمار كبار. صدقي يا أختي والله العظيم، كن أغدى أقول هذا ما حد يصدقني، صدقيني من يندق الباب علي أنا ما عرفتهم دول أولادي، يعني أنا انصدمت بالموضوع. أطفال كانوا صغار وراحوا، ما تخيلت ملامحهم، شكلهم المتغير، والسنين اللي انحرمت منها. والحمد لله رجعوا، كل من عنده قضية وحمل معاناة وأذية شافوها من أبوهم، وما لا يزال لحد هذا اليوم، ولحد اليوم اللي أنا هسه بيت جيت، أنا أكو فد أمور زعجتني، ولازم أتحمل، ولازم أوقف، ولازم أصير قوية، وأنا وقفت وصرت قوية، بس الفضل رب العالمين إنه ساعدني.